النهاردة هحكي لكم قصة حدثت بالفعل، ودي اول حدوتة من حواديت الجوكر اللي هقدمها لكم هنا في القناة. فلو اول مرة تشوفني، انا مصطفى شريف ودي قناتي الجوكر، ومعدنا النهاردة مع قصة اشهر فنان مغربي ساب الفن واتجه لسكة تانية خالص. يلا بينا نعرف سبب التوبة. بس قبل ما نبدأ طفي النور وركز في كل اللي هيتقال في الفيديو ده. توكلنا على الله. لما الزن يا قرة العين قلبي ضاع مني واصبح مملوك. لما الزن في يوم من الايام تحديدا سنة 1940 في المغرب، اتولد احد اعمدة الفن المغربي في العاصمة فاس، واقترن مولده بمجاعة شديدة جدا وقتها في المغرب، حتى عرف عام مولده بعام البون. كبر شوية وهاجر، راح الى الدار البيضاء العاصمة المغربية، لان الظروف في فاس ما كانتش احسن حاجة وقتها، واستقر هناك لحد ما ربنا كرمه واشتغل سواق في وزارة الشباب والرياضة في الدار البيضاء. ولكن حبه للفن كان مسيطر عليه طول الوقت، فقرر ان هو هيروح على دار الإذاعة والتلفزيون في الدار البيضاء، وكانت اولى محاولاته الناجحة. ومن هنا ابتدى يتعرف وابتدى يتشهر وابتدى يسجل تسجيلاته الإذاعية في الستينات. وفي الوقت ده تحديدا كان في ازدهار للفن المغربي، وكان في انفتاحات في الأغنية المغربية والفن المغربي عموما. وبطل قصتنا النهاردة هو الفنان المعتزل عبد الهادي بالخياط. كان أداؤه وقتها مسمع وملفت للانتباه للجميع، وده اللي خلاهم عرضوا عليه اداء نشيد العرش سنة 1962 احتفالا باول سنة يعتلي فيها الملك الحسن الثاني عرش المملكة المغربية. وهنا كانت الانطلاقة لمدة 50 سنة. اتميز فيهم عبد الهادي بالخياط بالأغنية العربية المغربية والقصائد الشعرية، أمثال الهاتف والقمر الأحمر والميعاد والأمس القريب. وكمان عبد الهادي بالخياط ليه 3 تجارب سينمائية، أولهم كانت سنة 73 بعنوان سكوت، والتانية كانت دنيا غرامي، والتالتة كانت أين تخفون الشمس، ودي كانت مع مجموعة من الممثلين المصريين. وفي عز شهرته قرر نهائيا قرار صادم، وهو انه يعتزل الفن نهائيا الى الابد. والقرار ده ما كانش ابدا من فراغ، ده كان وراه سبب مهم جدا، وهو اللي خلاني اعمل الحلقة دي. الحكاية بدأت لما قابل عبد الهادي بالخياط الداعية والشيخ الاسلامي سعيد الزياني، اللي غير مسار عبد الهادي بالخياط من الفن والطرب الى الدين والدعوة. والكلام ده حكاه عبد الهادي بالخياط بنفسه خلال الندوة الصحفية اللي اقيمت على هامش السهرة اللي احياها ضمن فعاليات مهرجان موازين 2010. واكد عبد الهادي بالخياط انه دلوقتي احسن وحاسس بسعادة كبيرة عن الاول، والفضل في ده يرجع للداعية الراحل سعيد الزياني. ولكن هنا المفاجأة، بعد اعتزاله بفترات قصيرة قرر العودة، ولكن بطريقة مختلفة تماما. هيرجع يغني، ولكن اناشيد اسلامية واغاني دينية واناشيد. وبالفعل عمل حفلة في سنة 2015 ضمن فعاليات موازين، وقدم فيها العديد من الأغاني والأناشيد الدينية والصوفية، أمثال يقطين الجبال وسيد الناس ويا من إلى رحمته المفر. والعودة دي فرحت ناس كتير من محبين عبد الهادي بالخياط، لأنه عطى كتير للساحة الفنية الوطنية، وليه مكانة كبيرة في قلوب المغاربة والمغرب. ولحد هنا أحب أقول لحضراتكم انتهت قصتنا مع عبد الهادي بالخياط وقصة
التوبة. لو عجبتكم ما تنسوش تدعموني بتعليق جميل ولايك حلو زيكم، وقولولي تحبوا القصة الجاية تكون عن مين. وإلى لقاء آخر في حدوتة جديدة من حواديت الجوكر، والسلام عليكم.